الله معكم بهالحلقة من سلسلة سلم على السما اللي كانت عن تاريخ الموارنة عبر شاشة الأو تي في. أكيد خلينا نذكركم أنه ضيفنا السفير البابوي المطران بولس منجد الهاشم اللي ولد بالعقورة بالعام 1934، سيما كاهنا بباريس بالعام 1959، وانتخب مطران لأبرشية بعلبك دير الأحمر بالعام 1995، وعين سفير بابوي بدول الخليج بالعام 2005، وحصل على مجموعة من الدبلومات بين دبلوم باللاهوت، وعمل بالفاتيكان لمدة 29 سنة من 19 سنة بأمانة سر الدولة بالفاتيكان، كما شارك بالمجمع المسكوني الثاني. أهلا وسهلا فيك سيدنا. شكرا. كيف اليوم مقسمة الطائفة المارونية إذا بنحكي بطريركيا، يعني عبر الأبرشيات عبر الكيف؟ الكنيسة المارونية اليوم منتشرة بالعالم كله، طبعا منظمة أكثر شيء بلبنان بالشرق الأوسط، ثم ببعض الأماكن اللي الهجرة المارونية صارت لها وصلت لها قبل غيرها. بلبنان في عنا عدة أبرشيات، أولا البطركية، ويعتبر لبنان الوطن الأم والمرجع لكل موارنة العالم. نعم. إذن بلبنان في عندنا البطركية اللي عندها أربع نيابات بطريركية. نيابة صربة اللي تشمل قسم كبير من كسروان، نيابة جوني اللي بتشمل قسم من كسروان والفتوح، نيابة إهدن اللي بتشمل إهدن وصغرتها، ونيابة الجبة اللي بتشمل بشري. نعم. هودي نيابات بطريركية اسقفهم الحقيقي هو البطرك، إنما على كل نيابة بطريركية في مطران بيدير شؤونه، إنما بتواصل الدائم مع البطرك. ثم عندنا أبرشية بيروت اللي هي من أهم الأبرشيات، تشمل مدينة بيروت وقسم كبير من الشوف حتى نهر الدمور، نطلع لفوق لحد ظهر البيدر، الباروك ظهر البيدر، وبترجع بتنزل. من بعد قبل أبرشية بيروت صوب الجنوب في أبرشية صيدا، كمان أبرشية كبيرة تشمل مدينة صيدا وكل الشوف، دير القمر، المختارة إلى آخره. قبلها في أبرشية صور اللي بتشمل القسم الباقي من لبنان الجنوب. ثم أبرشية حيفا اللي بتشمل موارنة اللي موجودين بفلسطين المحتلة إسرائيل، النيابة البطريركية بالقدس، النيابة البطريركية بالأردن، والأراضي بكل الأماكن المقدسة.
عندنا درجة بلبنان، من بعد بيروت وجوني وصربة في بالبقاع أبرشية زحلة اللي بتشمل تقريبا تلت البقاع، أبرشية بعلبك دير الأحمر اللي بتشمل القسم الباقي من البقاع، ثم أبرشية البترون، أبرشية جبيل قبل اللي بتشمل قضاء جبيل، أبرشية البترون قضاء البترون، أبرشية طرابلس قضاء طرابلس ومنطقة عكار، وبعدها أبرشية اللاذقية اللي هي أبرشية كبيرة عدد الموارنة فيها تقريبا 45,000 مارونة، ما منعرف هلأ قديش تهجر منهم بالحرب. أربع محافظات من سوريا، منطقة اللاذقية فيها كنيستين، منطقة حما فيها كنيسة، حمص فيها كنيستين، واللاذقية يعني طرطوس وادي النصارى اللي هونيك المركز الأساسي ومركز المطرانية بطرطوس. نعم. ثم عندنا أبرشية بقبرص، مطراننا اليوم يوسف سويف، وهي كون قبرص عضو بالبلدان الأوروبية كلها أصبح المطران يوسف سويف عضو مع مجلس أسقافة أوروبا، عم بيشارك معهم انطلاقا من كونه مطران قبرص. ثم عندنا مطران بمصر أبرشية القاهرة تشمل مصر والسودان، كان عندنا حضور ماروني قوي كتير بمصر، خف من بعد 56 عبد الناصر. بالسودان كان عندنا رئيتين ثلاثة، كمان عم بخف العدد بالسودان. ثم عندنا هيدي بالإطار البطريركي ببطريركية أنطاكي وسائر المشرق، هو كلهم تابعين البترك مباشرة. ثم عندنا الأبرشيات اللي خارج النطاق البطريركي، عندنا بالولايات المتحدة الأمريكية أبرشيتين، أبرشية نيويورك المطران ببروكلين، ثم أبرشية لوس أنجلوس المطران بلوس أنجلوس. إذن أبرشيتين بالولايات المتحدة الأمريكية، عندنا أبرشية بكندا المقر المطران بأوتاوا مونريال، ثم عندنا أبرشية بالمكسيك، عندنا أبرشية بالأرجنتين، عندنا بالبرازيل أبرشية بالبرازيل، إذا هودي بأمريكا اللاتينية، وعندنا هلا من سنة الماضية إكزاركوس بينما يصير بطراد أبرشية بكولومبيا والبيرو وفنزويلا. نعم. اللي هو حاليا الأب فادي شبل الراهب المريمي. هلا عندنا كذلك مطران بأفريقيا بفترة وجيزة من كم شهر. نعم. مطران سيمون فضول كان إكزاركوس بالأول، هلأ صار مطران. إذن صار عنا مطرين في عنا بأستراليا، وعنا مطران أستراليا مطران أنطون ترابي. وهون بحب أحكي شيء خاص عن أستراليا. أولا أستراليا المؤسس الحقيقي للأبرشية المارونية بأستراليا هو المرحوم المونسنيور بطرس زيادي من أرطبة. نعم. وهون بيخبروا عنه أنه لما وصل على أستراليا وحبوه الناس كتير، ما كانش عنده سيارة، لموا مصاري من بعضهم وجابوا له المبلغ، قالوا له مونسنيور هذا حق سيارة، بيقول لهم أنا مبسوط كتير مثل ما عم بتنقل دايما مع واحد منكم، هيك بتعرف عليكم أكتر، وهو المصريات بدنا نستعملهم وبدنا شوي فوق منهم تنعمر كنيسة لايقة بسيدني. نعم. وهي كانت بداية كنيسة سيدة لبنان الكاتدرائية بسيدني. ثم بعد المونسنيور زيادة تعين مطران
عبدو خليفي اشتغل بعد منه المطران حتي، ثم المطران عاد أبي كرم، وحاليا المطران شربل أنطود طرباي. سيدنا بس هون سؤال، يعني حضرتك قلت أنه كل المطارنة بلبنان والمحيط أنطاكيا وسائر المشرق تبعي مباشرة للبطريرك الحالي، وكل بطريرك بيجي على سدة البطريركية. نعم. هوديك المطارنة مش تبعي؟ هوديك المطارنة وضع خاص، وسؤالك كتير مهم، بما عندهم خارج إطار بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق بيتبعوا مباشرة قداسة البابا. أوكي. إنما كونهم موارنة وكونهم مسؤولين عن الموارنة إلهم علاقة خاصة بالبطرك الماروني وبالسينودوس الماروني. مثلا المطارنة بالنطاق البطريركي لما بتشغل أبرشية بيجتمع السينودوس وبينتخب مطران جديد وبيبلغ الانتخاب للكرسي الرسولي، الكرسي الرسولي بيوافق. نعم. بينما لأبرشيات اللي خارج النطاق البطريركي السينودوس بينتخب ثلاث أسماء وبيبعتوا ثلاث أسماء للبابا، البابا بيعين أحدهم مطران لهالأبرشية. وضع هذا هلأ منوش واضح كتير. أنا شخصياً بعتقد انه لازم البترك يكون له كل السلطه وكل الصلاحيه لهم. هذا ما بيمنع انه علاقتنا مع الكرسي الرسولي ومع قداسه البابا علاقه متينه، طالما البترك يحتاج الى تثبيت من الكرسي الرسولي والبترك علاقته ممتازه مع الكرسي الرسولي. اذا هذا الفرق بين المطارنه بعدين الكهنة. مين الكهنة؟ الكهنة عم بيروحوا أكتريتهم من نطاق البطريركي. هلأ ما يصير عنا كم دعوة محليا، إنما حابب أني أحكي نتفة خاصة عن أستراليا. طيب فينا نرجع لإنما بعد الفاصل الإعلاني. سلوى القلوب قلب العذراء نور الدروب نعم.
نحو السماء إن خطانا تهفو إليك نلقي شقانا بين يديك يا أم جودي ملء الربيع بين الحقول بين الربوع صوت الصلاة فوق الجبال خليه يعلو طول الليالي هل دفعت عنا البلاء هل بعثت فينا الرجاء لا شيء يغني عن كل إله إلا التغني يا أم الله. بدي أحكي شيء خاص عن أستراليا وعن نشاط المطران أنطوان شربل طرباي، وهذا اللي بتمناه لو بيصير بكل بقية الأبرشيات المارونية اللي خارج الإطار البطريركي. وهون برجع بذكر مثل ما قلنا بحلقاتنا السابقة، الكنيسة المارونية ميزتها أنها كنيسة رهبانية تحمل اسم راهب مرمرون، والرهبان لعبوا وعم بيلعبوا دور أساسي بتكوينها بتنظيمها بنشاطها الرعوي التعليمي الاستشفائي. بإستراليا قرر من أيام المونسنيور زيادي، ما بنسى أبداً سنة 65، بيقول لي المونسنيور زيادي تأولادنا يبقوا متعلقين بلبنان ومتعلقين بكنيستهم لازم يتعلموا عربي، أولك بيروحوا راهبات العائلة المقدسة راهبات عبرين يفتحوا مدرسة بإستراليا. قلت له معقولة، حكيت مع سور ماري ميشيل كانت معي بفر الشباك، حكينا مع رئيس العام وافقوا. اليوم راهبات العائلة عندهم 7 راهبات مولودين بإستراليا، ثانيا عندهم 3-4 مدارس، عندهم مستشفيات تقدر ممتلكات الرهبنة الراهبات المارونيات راهبات عبرين بإستراليا حول 50-60 مليون دولار، وإلهم تأثير هائل. ثم الرهبنة اللبنانية أسست مدرسة ومركز مار شربل اللي هو أهم المراكز وكان المطران طرباي رئيسه، كذلك البورسانيين اللبنانيين أسسوا مدرسة، الرهبنة الأنطونية أسست مدرسة. وما بنسى أبداً 3-4 سنين بيقول لي المطران طرباي بعد في 3 رهبنات مارونية ما عندها مركز بإستراليا، وهن الرهبنة المريمية رهبات سان تيريز ورهبات الإربان، بدي إياهم تكل الرهبنات المارونية يكون لها حضور وملك ووجود بإستراليا. وكيف عمل التنظيم البطران طرباي؟ الدائر ملك الرهبنة، الكنيسة ملك الأبرشية، المدرسة ملك الرهبنة، وتوافق وعلاقات ممتازة. كتب مكتوب لرئيس عام الرهبنة المريمية اللي كان بقرابته الأباتي طرباي، جاوب منروح عشرت نكون بسدني، قال له تكرم عينك، اشترى لهم أرض بضواحي سدني. ثم راهبات سانت تيريز دبر له المستشفى، هلأ عم بيخدموا بالمستشفى، وراهبات الإربان عم بيخدموا برعية بريسبان. إذن بإستراليا اللي هي أبعد مكان عن لبنان، أنا بعتبر أنه هي المكان الوحيد اليوم بالعالم كله اللي الكنيسة المارونية تأسست فيها بكل طاقاتها وإمكانياتها ومقدورها، وستبقى فيها إلى الأبد.
الموارنة بأستراليا بالمدارس الرهبانات المارونية عم بيتعلموا عربي، بيتعلموا عربي منيح، وهذا بيساعدهم تياخدوا وظائف كبيرة بالدولة بالسفارات بالدول العربية وبغير أماكن. كذلك عم بيتعمقوا بتاريخهم الماروني بطقسهم الماروني وبوجود هالرهبانات. إذا هذا بتمنى إنه ببقية الأبرشيات بالخارج يكون في حضور للرهبانات إذا حقيقة بدنا نضل موجودين بالخارج. يعني بالنسبة للموارنة، بالنسبة للتياب الكهنوتية، نحن بالأساس وهي سؤال كتير حلو وكتير مهم، كان لبسنا إن كان لبس العادي الإكليروس والرهبان وإن كان البدلات الطقسية بدلات القداس ومنح الأسرار مثل بقية الكنائس الشرقية، إنما منرجع لهالخبرية إنه حقيقة نحن متحدين بروما أو مش متحدين بروما. وهون بعتبر أنه الموارنة ضحوا كتير تيحافظوا على وحدة إيمانهم مع روما، ضحوا وقبلوا أنهم يضحوا بملابسهم التقليدية ويتبدلوا الملابس اللاتينية. إذا بدلات القداس، هلا ما نرجع للبدلات الشرقية القديمة، البطرشين صار شقفي وحدة بدل ما كان شقفتين، وأنا لما بشوف صورة مرمرون مصورين ولابس البطرشين شقفتين بعاد عن بعضهم بقول شو التعتير هذا؟ بطرشين المرمرون ما كانش هيك، كان شقفي وحدة مثل بطرشين الأرثوذكس وبقية الطوائف. إذا تأثرنا، وحتى مثلا صار عندنا مشكلة كبيرة لأنه ببدء المسيحية في يعطى ثلاث أسرار سوا، سر المعبودية وسر التثبيت وسر الإربان. هلأ عند اللاتين قرروا من زمان بالأول المعبودية، ثم تيبلغ سن الرشد التثبيت ويثبت البطران الخوري أبي سبج، ثم بس يصير كبير بيعمل أول إرباني. انجبرنا انه نتبع هالشيء، انما بيقولوا لي انه حتى للقرن الثامن عشر كانوا بعض الاخواني بالسر يناولوا الطفل نتفي من دم المسيح. هلا من شي كم سنه حضرت محاضره عملها بطران امين سر مجمع الاسرار بالفاتيكان، بيقول فيها لازم نرجع نمنح الثلاث اسرار سوا. ونحن من المجمع الفاتيكاني وجه صرنا منمنح سر التثبيت، سر المعبودية وسر التثبيت سوا، بعد الإربانة بنعطيها بعدين. إنما هاي من الأشياء، وهون في يقول إنه الموارنة تيحافظوا على وحدتهم مع روما وعلى وحدة الإيمان ووحدة الكنيسة الكاثوليكية، ضحوا بالملابس ومنح بقيت بعض الأسرار اللي هي أشياء ثانوية حد وحدة الإيمان ووحدة السلطة. بالنسبة للألوان، يعني عم تشوف موف، ما شوف أحمر، ما شوف ألوان تانية. نحن ما كانش عندنا فرق أبدا بالألوان، المهم إنه كانت البدلة تكون لايقة نظيفة مرتبة. الكتوني تفوق التياب العادية اللي بيلبسها الخوري، فوق من البطرشيل وبدلة. ما كانش في عنا هيدي على البدلة اللي شقفي من قدام وشقفي من ورا. وهلا رجعنا حتى الليتين بن يرجعوا للبدلة اللي بنسميها الغفارة. نعم. كلها سوا. إذا نحن ما كانش عنا أي فرق بالألوان أو شيء، اقتداء بالليتين وتنرضي الليتين كمان ضحينا بالأشياء اللي كانت أساسية عندنا. نعم.
حتى يقولوا انه ما لناش مختلفين عن الليتين. بالنسبه للبس المطران او للبس الموسنيور او نفس الشيء، هلا نحن لما بنشوف صور من بتركتنا او من طريندا بالماضي كان لبسهم يختلف لتفي عن لبس الشعب. نعم. انما هلا خدنا عن الليتين الكلسات الحمر أو مثل الكلسات اللي أنا لابسهم هلا، خدنا عن الليتين. هلا تقول لك اللبس الأحمر إنه هذا رمز الدم للشهادة، إنه المطران بيستعد يستشهد، بس إيش لها علاقة هيدي لون اللبس بالاستشهاد؟ حاليا مثل ما أنا عم نشوف عم تتطور الأمور، وصار إن كان الليتين وإن كان نحن اللبس العادي هو الكليرجيمان للإكليروس، واللبس الرسمي الغمباز. هلا نحن عنا شوية أحمر زرار وهالأشياء هايدي أو أخذينهم عن الليتين. مثلا عند الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس أفيش أحمر أبدا، كله أسود. هاي كلها أشياء تنوية وظاهرية، ما إلش معنى حقيقي وشي تأثير أساسي. سيدنا هلا رح نتوقف مع محطة صغيرة ونرجع نتابع نحن وياكم الجزء الأخير من هالحلقة. أرسل الله ابنه الوحيد نورا للأمم، واحتجب في حشا مريم البتول، ومنها تجسم. أشرق نجمه في حدود فارس كما قال بالعام، وأنار المجوس فحملوا إليه هدايا الإكرام. تسعة أشهر حملت مريم بحامل الأكوان، ولم تحس منه بثقال لأنه إله وإنسان. قد أكلت جسدك المقدس لا تأكلني النار، وعيني التي مست به رحمتك تبصر. لم أكن هنا غريبا عن أسرارك، فلا تجعلني خارجا عن جوارك، لا توقفني مع الجداف الجانب الأيسر، بل مع الخراف آل اليمين أسبحك مدى الأدهار. والسؤال بهالجزء سيدنا، بالنسبة للواحد الماروني بيصلي بخمس أصابع، لأنه الليتين الكنيسة الكاثوليكية بيصلوا بالخمسة. هلأ بنعطي هذا تفسير أنه الخمسة هني خمس جروحات المسيح، بينما إخواننا الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك بيصلوا بالثلاثة، إنه الثالوث الآب والابن والروح القدس.
هاو اثنينهم لهم مبرر وما لهمش مبرر، المهم انه الترس باشاره الصليب او بالخمسه او بالثلاثه مثل بعضها. حضرتك كنت سفير بابوي، العلاقات الدبلوماسيه مع الموارنه بالفاتيكان كيف كانت؟ اولا الدبلوماسيه الفاتيكانيه هي اول دبلوماسيه بالعالم كله. اول شخص كان عنده ممثلين لدى الملوك والاباطره وبطاركي كان البابا. ومنها نشأت الدبلوماسية اللي بنتها بقية الدول ورؤساء الدول. هلأ قديما كانوا يختاروا دبلوماسية الفاتيكان بس من أشراف التليان، ثم من التليان، ولمن كثرة العلاقات الدبلوماسية اليوم الفاتيكان عنده علاقات دبلوماسية مع 188 دولة، في بس 5 دول فيش علاقات دبلوماسية معهم، وقريبا رح بيصير. يلي هن؟ هن الصين، كوريا الشمالية، المملكة العربية السعودية، وما بعرف من دي الدولتين هوديك. إذا الدبلوماسية الفاتيكانية، وأنا ما بنسى أبدا جواب الكاردينال كازارولي لتلفزيون السويسري وكنت حاضر معهم، لمن تلفزيون سويسري سألوا يقال انه الدبلوماسية الفاتيكانية هي الأولى في العالم، شو رأيك؟ قال له كازارولي الأولى تاريخيا ايه، بس الأولى كأهمية ومفعول ما بعتقد. بيسألوا السؤال الثاني، لكن يقال انه الدبلوماسية الفاتيكانية هي الأقوى والأكثر فعالية. بيقول له كازارولي الأقوى نعم، نحن دولة ضعيفة، ما عندنا أرض، ما عندنا جيش، ما عندنا سلاح، ما عندنا مواطنين، منحاول نعوض ضعف دولتنا بقوة دبلوماسيتنا. الأكثر فعالية نعم، مع أنه نحن سفاراتنا فيها عادة 2، والسفير والسكرتير وكم موظف محلي، في دولتين 3 فيهم 3، بينما غير دول 200-300 ألف موظف، 2 بيعطوا فعالية قد 300، ولها أسباب. أولا دبلوماسييننا معترين ساكنين بفيلا، المكاتب بالأرض وهني فوق، إذن دوام 24 ساعة، لا عندهم مرة ولا عندهم أولاد، كل شغلهم بهالسفارة. بس أهم من هيك كله، دبلوماسييننا منختارهم ناس بيقولولنا الكاهن الفلاني، مش نتيجة واسطة ووراثة وزعامة وغيرهم. بعدين اللي بيقولولنا عنه بيكون عامل ليسانس أو دكتوراه، بده يرجع يعمل 3 سنين دروس تاريخ الدبلوماسية، كيف إنشاء الدبلوماسي، كيف لازم ينعمل التقارير بالسفارة. هون ما في شك إنه دبلوماسييننا بيعطوا أفعال أكثر من غيرهم. هلأ مع الوقت لما خفت الدعوات بإيطاليا وبفرنسا وبإسبانيا، وبعتذر هون بدي أخبر قصة صارت معي شخصيا أنا معي معبرة. سنة 1970 بتلفن لي مونسيور بينيلي، كان سيبسيتي، ومين كان يحلم يقدر يحكي مع بينيلي، هي كان يحب الموارنة كتير لأنه كان قاصد رسولي بالسنغال، وتعرف على الموارنة والموارنة ساعدوه هونيك. بقى بيقول لي طلع لعندي ضروري، طلعت لعنده، حكي لي بالأول عن الموارنة الموظفين وغيرهم، بعدين بيقول لي وديت وراك تطلب منك اسم ماروني 2-3-5-10 للسلك الدبلوماسي. أنا تفاجأت مفاجأة كلية، يه بدهم 10 موارنة تيكونوا بالسلك الدبلوماسي الفاتيكاني. فكرت أعطيته كم اسم، بكل أسف كان في 3 من أبرشيد بيروت،
مونسيور مرهج اللي كان نائب العام ونبيل الحج واحد ثالث مطران زياده ما عطيهمش اياهم وسببت خلاف بينهم وبين مطران زياده. وبيقول لي وقت السفير البابا ببرونييرا يدعي مطران زياده انه في نقص للكهنه بابرشيه بيروت بس المطرين المسيحيه ببيروت بيقدروا يامنوا خدمه مسيحيه بيروت من عدا ايش في اخواني وغيره. اول ماروني فات على السلك الدبلوماسي ودخوله رائع حلو كتير الله يرحمه البطران بولس فؤاد ثابت من معراب عمل دروسه بروما وحب يفوت على الدبلوماسية وكان بطرانه الله يرحمه المطران عبد الله نجايم والمطران عبد الله نجايم كان يحب كتير يكون في موارنة عم يشتغلوا بالفاتيكان أخذ معه الخوري ثابت لعند البابا يوحنا الثالث والعشرين كان بالأول أخذوا على الأكاديمية رفضوه أخذوا معه لعند البابا يوحنا الثالث والعشرين وبيقول له البابا يوحنا الثالث والعشرين حكي معه تلياني حكي حكي معه فرنساوي حكي حكي معه إنجليزي حكي قال له أبقول لك شحكي عربي أنت بتعرفش عربي هو بيعرف عربي قال له البابا يا سيادة البطران ليش عم تعمل لي هالفحص قال له لأني خدته على الأكاديمية ما قبلوش عمل له ورقة البابا يوحنا قبله المونسيونير ثابت كان أول ماروني فات على الدبلوماسية الفاتيكانية وكان سفير ناجح جدا جدا جدا. بعد منه أخذوا المطران إدمون فرحات من خارج السلك تعين أول شيء سفير بالجزائر ثم نقل إلى سلوفينيا وانتهى بفيينا وثالث سفير عبدك الحقير. بس سؤال أخير إيه؟ الموارنة اليوم ككنيسة صغيرة إيه؟ مهمة بالكنيسة الكاثوليكية ككنيسة ما في شك كوننا الكنيسة الشرقية الوحيدة اللي كلها كاثوليكية بأمانتها للبابا وبعلاقتها الممتازة مع الفاتيكان وبانتشارها بالعالم كله إلى أهمية كبيرة كتير 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 ويا ريت الموارنة هني بيشعروا قديش مسؤوليتهم كبيرة وقديش إلهم دور مهم تيكونوا هني شهداء للمسيح بالعالم كله وخصوصي بلبنان وبالشرق. ونحن هون باقيين وعندنا مرشربل وعندنا رفقة وعندنا الحرديني وعندنا بياتنا وجدودنا وعندنا موارنة اليوم اللي كمان بإيمانهم بحياتهم الحلوة هن كمان مسيحيين حقيقيين بيشهدوا للمسيح.